مشاهدينا لازم لكل يعني طبق لازم تكون معاه تحليه، ولكن قبل ما نروحوا للتحليه راح نديروا ان صوص اللي راح ترافق هذا يعني الطبق تاعنا اليوم. اذا بالنسبه حنا قبل ما نروحوا للصوص نهضروا على لي طاكلياتيل. اول حاجه عفوا نبداو بالرولي تاعنا. روحوا شوفوا معايا فقط الرولي هذاك، شتو كيما ما نديزوش ثقوب في لي بودان تاع معنا واش يصرى حيت نفخو، فهمتوني؟ يبقى البودان تاعي ما بقالوش بزاف يطيب، وراح نكملو فيناليزيو لا كويسون تاعو كيفاش راح يطيب، فهمتوني؟ هنا نزيد فقط للنار ونخليه يطيب. لي طاكلياتيل تاعي مشاهدينا قلت لكم بعد غليان الماء نحطو فيه شويه زيت ماشي بزاف، لانه علاش الزيت ثاني تعجن لي بات باش نتفاهموا. نحطو فيه شويه زيت والملح، وانا هنا درت لهم لي زيرب دو بروفونس باش يطلقوا لي البنه لي طاكلياتيل تاعي. هنا تقريبا شوفوا راهم قريب يطيبوا، ما بقاوش بزاف، ما لازمش نخلوهم يطيبوا حتى وين يتعجنوا ويفقدوا القيمه الغذائيه تاعهم ويديروا لي مشكل في عمليه الهضم. هامليك لي طاكلياتيل تاعي اللون تاعهم كيفاش. هنا راح نحطهم دوك شويه فقط في الكسكسي ونخليهم يقطروا حتى يعني الوقت تاع لو دغيساج تاعي. راح نشوف فقط هنا، ما تنساوش انه لي بات ما يتاكلوش طريين بزاف، فقط حنايا نحبوا ناكلوهم طرايا، يتاكلوا آل دانتي. هنا يلا نحو لي بات تاعنا لانهم طابوا. يلا باش نديرو لاصوص فخوماج ديالنا. بسم الله، فوالا. علاش هما جينيرالمون لي زيطاليان ولا يخني في لاكوزين ايطاليان، علاش لي بات مي ديجا علاش يخلوهم ما يطيبوش بزاف، يطيبو الدنتي؟ لانه اولا بالنسبه لي بات تاعهم حنا كي نحوهم منا نخلوهم نديرلهم شويه تاع الزيت ونخلوهم. هنا في لو مومون تاع سيرفيس ولا لو مومون تاع اللي يدخلوا الزبائن، هادو لي طاكلياتيل ولا السباغيتي ولا اي نوع تاع المقارون هادو، لانه سي ميز اون بلاص تكون توجد مسبقا، هادو هما نعاودو نصوتيوهم كامل في الزيت باش نحطوهم في الاطباق ديالنا. نعاود نجيب فقط، يلا ام زكريا. مساء النور، واش حوالك شيف مريم؟ لا احوالي الحمد لله، وانت ام زكريا راكي مليحه؟ لاباس العزيزه، ربي يخليك، والله متعتينا شيف. تعيشي حبيبتي تعيشي، قولي لي الوصفه تاع اليوم عجباتك؟ يعني مع ما شاء الله، يعني احنا ونتبعوكم الشرق كامل يتبع قاده البلاد الحمد لله. مع ما نهضروا عليه ما شاء الله عليه. قناة العائلة يعني الله يبارك، الحمد لله. على بالك كل يوم ونقولوا سنان السنة واش نطيبوا اليوم. مع الشيف. لهذا نجيبوا وصفات اقتصادية باش تلقاو واش طيبوا. ربي يخليك الشيف. على بالك عندي جارتي فلا يتسال عليك ويسالوا عليك ناس كيكدا كاع الكل يسالوا عليك. تحياتي. وشي شيف حبيبه ما جيت غوطاغ ما كتبت بصح ما لحقتش على الرولي اللي درتيه عجبني بالخضر. دوك نعاودوا الوصفه ماشي مشكل سيدات. عاودولي الشيف مريم هذاك هو باش جارتي فلا بعدا باش تكتبوا. ان شاء الله عليك يعني كلها تكتب ماشي مشكل. يعيشك عزيزه، واش هي دير لنا شويه دي سوب هكا تاع القرعه تاع الكابويا. درتها لا سوب تاع الكابويا بالعدس الاحمر، درت لكم تاع الشوفلور. مازال ان شاء الله ندخلوا شويه في الوصفات التقليديه ثاني ما نساوهمش. ديرنا شيف ديرنا الكابويا، ديرنا كابويا مع الخضره ان شاء الله مع الخضره، وديرنا سوب دو بواسون كما قالت الكريم اللي عيطت. نزورا عن طلبكم ان شاء الله باذن الله راح نبرمج. يعيشك عزيزه ربي يعاونك وشكرا. ان شاء الله راح نبرمج لا سوب دو بواسون. شكرا شكرا حبيبتي. اذا شوفوا معايا مشاهدينا لي بات تاعي كيفاش يجوا، يعني مزربعين هكا احنا نقولوا بهذا يعني لو تيرم هذا، حبه على حبه الله الله. من بعد راح نشوفوهم في الدغيساج فينال. يلا معايا مباشره باش ما نضيعوش الوقت وما نقلقوش ديفوزيون، راح نروحوا لاصوص فرماج.
مشاهدينا راح نشرح لكم بزاف امورات هنا باش نهضروا على لاصوص فرماج ولا لاصوص فرماجير. عندها ما عندهاش علاقه بلا بيشاميل. لا بيشاميل وصفه كلاسيكيه دائما كما قلت لكم لا ديرنيغ فوا، انه نبدا بالروبلون تاعي اللي فيه الفارينه مع الزبده والحليب والملح فلفل كحل مع نواد موسكاد، من بعد نروحوا نزيدوا له اضافات. هنا كل ما نزيدوا اضافات راح تبدل لابيلاسيون تاع لاصوص بيشاميل تاعي ماشي تاع لاصوص فرماج. لاصوص فرماج هي عباره عن صوص فيها ثلث انواع تاع الاجبان. هنا على بالي الاجبان هذوما مشاهدينا راح يجوكم شويه غاليين، ولكن انت سيداتي ديري كميه قليله فقط. كيما انا هنايا درنا 100 غرام تاع الكغيير و100 غرام تاع الشيدار فوالا، وعندي هنايا الموتزاريلا وشويه تاع الفرماج فوندو، وعندي تقريبا ريتله تاع لا كريم ليكيد. هنا بالنسبه للكريمه السائله مشاهدينا الكرام، سواء نجيبوا الكريمه الخاصه بالطهي باش نتفاهموا، الكريمه الخاصه بالطهي نجيب الفوي وراه الفوي باش نشوفو منساوهش. اذا عندي تبعوا معايا مشاهدينا، يلا غيلاس الدرس راح يبدا. ريتلة تاع الحليب تاع عفوا تاع الكريمه السائله، هنا تقدري ديري مواتي حليب مواتي كريمه، بصح هي لاصوص فرماجير دائما تكون بهذه الطريقه. هنا نختاروا الكريمه الخاصه بالطهي، عندي 100 غرام تاع فرماج فونجو راكو معايا. فكريني فقط انها جات باش الاخت الكريمه اللي اتصلت مسكي كذا نعاودوا لها الوصفه، ما نخلوهاش برك هكذا جارتها راهي تستنى. نعم اوكي، عندي هنايا غيير وعندي الشيطه. هنا فقط راح ندير 100 غرام بديره 100 غرام تاع فرماج فونجو، وعندي هنايا 100 غرام ولا اي 50 غرام معليش، الا ما قدرتيش ديري 50 غرام لازم فوق النار مباشره بهذه الطريقه. فوالا سخنوها فقط الكريمه تاعنا، ما نخلوهاش تقعد فوق النار بزاف باش ما تديكومبوزاش باش نتفاهموا. هنا درنا هنا وي بيان سور لازم نقعدو نحركو فيها جيدا، راني نحيدها فوق النار باش ما تتفككليش الكريمه تاعي. هنا نزيدو واش قعد لي، هنا راح نخلي شويه فقط ايوا بهذا الشكل. شوفوا معايا ديجا راهي بدات تعقد الكريمه دياني. نضيفوا عليها 100 غرام تاع الغرويير، على بالكم الرولي تاعنا بزاف بنين. تبعي معايا سيداتي، اذا في نفس الوقت راني نشرح ونعاود لك البوده نتاعي واش فيه. الا يقدروا يعطولي فقط الكاميرامان الصوره هنا للطابلو تاعنا المقادير الوصفه باش الاخت الكريمه سينو نعاود لها. يلا شوفي سيداتي ديري نص راس تاع كرومبيط غليه او فوريه ورحيه مليح بالاشواغ. نص راس تاع كرومبيط فوريه، نعم بيان سور. يلا نستقبلوا مكالمه من بومرداس. الو الو، نعم السلام عليكم مريم بنتي، واش راكي؟ لاباس الحمد لله، وانت سيدتي راكي مليحه صحتك لاباس؟ ولا غير لاباس عندي وانا حابه نهضر معاك. الحمد لله سيدتي، عاود جا النهار وكتب ربي انك تهضري معايا. الحمد لله يا بنتي، سالي على الشيف سليمان وعاود الله في روحك. انا من بومرداس بغيت نفرجك تاع البلاد ان شاء الله. سيدتي شكرا 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 ربي يعاونك. شكرا سيداتي، شويه فقط ملح ما تنسوش بليك عندنا لي فرماج. حنا هنا علاش نديروا الملح؟ هنا باش نعدلوا الذوق، هنا باش نعرفوا الاذواق لازم نديروا الملح في كل وصفه. اذا هنا عندي شويه فلفل كحل، عندي شويه كركم عفوا زنجبيل مهم جدا.
يلا خلينا فقط نعود لها الوصفة السيدة الكريمة. توابل شوية فقط، كسبر فوالا، عاودو نرجعوها فوق النار ونخلوها تعقد لنا تماما. اذا نعاودو نقولو للرولي تاعنا مشاهدينا واش درنا فيه. قلنا نص راس تاع كرومبيت يكون هذاك الصغيره، فوري سيدتي ولا غليه، بعد ذلك واش ديري ميكسيه في الاشوار وعصريه نحيلو الماء ديالو، حطيه في الريسيبيون تاعك، ضيفي عليه حوالي 300 غرام تاع البولي اشي فوالا، ضيفي عليه ربطه تاع معدنوس مرحيه، البيض، الملح، فلفل كحل، زوج حبات تاع زروديا رابي، هذو كذلك نعجنوهم مع بعض، وعندنا بصله صغيره مفرومه، وعندنا سنينه تاع الثوم، الملح، فلفل كحل، الكركم، زنجبيل، بهارات مشكله، وشويه تاع الكزبر، عجنيه مع البيض ولا شابلوغ، عجنيه مليح سيدتي. بعد ذلك شكلي لي بودا نتا معك كيما راكي تشوفي هنا تقريبا راهم ما بقالهمش بزاف لي بودا نتا معي، وراح نجبدهم وراح نجوزهم في المقلاة وين يتحمروا لي شويه. اذا هنايا الحشو واش درنا فيه تاع لي بودان تاع معي، درنا الفخوماج مربعات هذاك، زدنا فيه لي شامبينيون مرحيين مع الزيتون والملح فلفل كحل مع كذلك نفس البهارات اللي حطيتهم هنا حطيتهم في الحشو ديالنا. شوفوا معايا لاصوص فخوماجير ديالي كيفاش جات، هاي اللي كعقدت راهي تزيد كل ما راهي راني نخليها راهي تزيد تعقد، راح نوريها لكم تشوفوا بلاهلوش هذيك وراهي. هاي ليك لاصوص فخوماجير ديالنا فوالا، لانه راح تزيد تقعد راح تعقد، مازال نزيدوا فيها الموتزاريلا ولكن ما نزيدوهاش دوكا، موتزاريلا ما راحش نزيدها دوكا، راح نزيدها من بعد، هادو نخليهم من بعد وراح نزيدها باش ما تيبسليش من بعد في لاكريم ديالي. هذه هي لاصوص، هاي عقدت شوفوا معايا عقدت تماما ولات لي كيما لا بيشاميل ليجير. هذه هي لاصوص فخوماج مشاهدينا اللي راح ناكومباني بها لو بودا تاعي اليوم، وراح تجي بزاف مليحه، ونزيد لها بعد قليل لي شامبينيون في التزيين. نروحوا للتحليه تاع نهار اليوم. فوالا هذه هي غيلاسه سي بون، نخليوها شوفوا معايا كيفاش هي دير روعه، نزيدو شويه باسكو لازم نتحصل على واحد النتيجه بعد ما نزيد هذاك الموتزاريلا. فوالا هاو ذاب لي كامل، برافو ثقيله جات روعه، راكو معايا هنا جيد خبيان. نخلوها من بعد راح نشوفو كيفاش نكملوها، خلوها هنا في الطرفه لانه مازال نزيدو لها الموتزاريلا ومن بعد ندوقوها ونشوفو واش خصها. هنا مشاهدينا واش نجيب، نجيب مرميطه واحده اخرى نحطها هنا ونروحو للتحليه تاعنا. التحليه هي عباره على مشروب الشوكولا، نعرفوا انه مشروبات الشوكولا عده انواع ولكن تقريبا كاع شغل يقول لك ماشي صحيين وجونا ثقال. اذا سيدتي اليوم جبت لك هذه الوصفه بسم الله تاع مشروب الشوكولا. عندي هنا ريتلا تاع الحليبه باسكو هذا الطاسير فدلي ريتلا ونص، ريتلا حليب راح ندفيها. عندي هنايا 150 غرام تاع الشوكولا الداكنه. الى عندك سيداتي وحبيتي المصلحه تاع ولادك من فضلك اشري يعني يلو كان خطره في الاسبوع باش تنفعي به الاطفال تاعك، لانه هذا المشروب منعش ومشروب كذلك مليح للطاقه بزاف ويساعدهم على التركيز. ما اشري لنا علبه تاع شوكولا يعني تكون نوعيه جيده، شوكولا نوار خاليه من السكر فوالا. عندي 100 غرام تاع التمر اللي كنت شمخته ونحيت له العظام ديالو، نقعته في شويه تاع الماء، تقدري ديريه بلا ما تنقعيه. وعندي هنايا العنب المجفف كذلك نقعته في الماء دوك نحيلو الماء ديالو، واهم شيء 100 غرام تاع اللوز من منتوجات مهدي فود، 100 غرام لوزه هنايا معليش فوالا جيد، 100 غرام تاع اللوز من منتوجات مهدي فود. هنا واش ندير،
تابعوا معايا مشاهدين، عندي الشوكولا ديالي، عندي تمر، وعندي العنب المجفف، والحليب تاعي راه يسخن. هنا التمر، الشوكولا في البلاندور، وخلوني نصفي فقط هادوما، نحيلهم الماء ديالهم. 100 غرام مشروب الطاقة والإمام. انت سيداتي انا عندي صفر السكر، راح نعتمد على السكريات الموجودة في الفواكه المجففة. الحليب تاعي شوفوا الى سخن شوية فقط، جيد، لانه ديجا راهو طايب، غليناه من قبل وخليناه برد، دوكا نخليه يسخن غير شوية وراح نحطه مباشرة في البلندور تاعي ونميكسي الكل مع بعض. وما تنساوش مهم جدا 100 غرام تاع اللوز، لانه راح نحي منه الحليب هذاك ديالو، وفي نفس الوقت هذاك اللوز راح يفيدنا بزاف. راكو معايا؟ نعم. اذا الحليب تاعنا شوفوا الى سخن، لازم يسخن مليح. نحو فقط هذا نوجدوا الكاس قدامنا باش نوريكم فقط القوام تاعو كيفاش يجي. فوالا هذا البول ما يهمنيش، استعمل هذا البول احسن. الحليب تاعي نحيه نديرو في الثلاجة، وراح نشوفو لي بودا نتا معنا كيفاش ولا شايب. اوكي ماشي مشكل، يلا معايا هنايا غيلاس. اذا نبداو نحطو في الحليب ديالنا، نغلق البلندور تاعي، نبداو لا بروميير بارتي تاع الحليب. بسم الله، شوية عفوا باسكو على بالكم يدها راهي سخونه و... يخ فوالا دوكا نبدا نميكسي. بسم الله، لازم شوفوا مشاهدينا لازم نرحيوه مليح باش نستخلصوا الحليب الموجود في هذاك اللوز وينسجم مع الحليب. هنا تقدري اللي عندها زعما الحليب تاع نواد كوكو كذلك يقدر يجي رائع الوصفه كذلك، ولا ولادها اللي ما يحبوش يشربوا الحليب تاع الماعز لانه صحي بزاف للاطفال، تقدري كذلك تقدمي لهم بهذه الطريقه، ما راحش يعني يتعرفوا عليه مع الاذواق. جيد فقط هنا، فوالا اذا المشاهدين كما راكم تشوفوا هاوليك الحليب تاعنا القوام تاعو كيفاش يكون عادي. فوالا مشروب رائع، كل المكونات راهم مرحيين وكما يقولوا فوالا. اذا تقدري شوفي مشاهدينا فقط نشرح لكم انه هذا النوع تاع الحليب تقدري تكونسوميه ساخن كيما تقدري تكونسوميه بارد، هي كي يبرد راح يجمد لك يوري لك يعني القوام تاعو كريمي، ولكن كيما تقدري تاكليه هكذايا ساخن يجي رائع مشاهدينا الكرام. اذا نقول لكم نتلاقاو بعد الفاصل مشاهدينا الكرام مع الطاوله تاعنا اللي نحطوا فيها جميع الوصفات تاعنا وجدي بعد قليل.
مشاهدينا هنلحقنا لنهايه البرنامج. الوصفه تاعنا راهم واجدين كيما راكم تشوفوا، الطاوله تاعنا الرائعه باطباقها كذلك راهي واجده. هاي ليك هنا وجدنا كلش مع بعض كيما راكم تشوفوا. اذا عندي فقط ملاحظه راح نقدمها لكم مشاهدينا، هو انه الرولي تاعكم كيما راكم تشوفوا هذوك لي بالونتين هاوليك الشكل تاعهم، هنا رافقوهم بلي طاغلياتيل، فهمتوني؟ حبيتوا ديروهم بالروز لكم الاختيار. حنا وعلاش ما حبيناش نديروا الخضروات؟ ديجا عندي كم هائل تاع الخضروات في لي بودان تاعي، عندي الكرومبيط، عندي الكرافض، عفوا عندي الكرومبيط، عندي معدنوس، عندي زروديه، عندي يعني بزاف خضروات. اذا لهذا في لاكومبانيومون تاعي نختاروا سواء نديروا الروز ولا نديروا لي طاغلياتيل اللي هو فوالا العجائن. لو بودان تاعي الكبير كذلك خليه انا فقط نظرا لضيق الوقت مشاهدينا، ما حبيتش كيما يقولون لازم تشوفوا لو دريساج تاعنا، خلوه حتى وين يتشرب تماما، بعد ذلك كي يبرد نحوه، نشد المقله ديالي ندير فيها شويه تاع الزيت مع الزبده ونقليه، نعطي له اون كولوراسيون تكون شابه، ونقدمه اكيد نقطعوا اللي كيما نقطعوا الرولي ونقدمه اكيد في الاطباق تاعي. والتحليه تاعنا اليوم اللي كانت عباره على مشروب الشوكولاته، اذا راح نسكب لكم القليل فقط راح تشوفوا في هذا كؤوس التقديم، الشكل تاعو رائع صحي وبنين فوالا. ونقول لكم مشاهدينا الكرام نختموا، ان شاء الله كنت خفيفه عليكم في هذه الحصه، كانوا بزاف لي ديتاي. لاصوص فروماجير تاعنا فوالا، لاصوص فروماجير تاعنا نحطوا فقط شويه فقط باش تشوفوا لا تيكستور تاعها، شوفوا معايا فوالا بهذا الشكل. اذا مشاهدينا لحقنا للنهايه، الوصفه تاعنا كامل كيما راكم تشوفوا. نشكر الفريق التقني اللي تعب على هذا البرنامج، ما نساوش بيان سور زهره، سميره، غيلاس، سرفاتي، يونس، ديما ننسى الشايب، حسين، نجات، وما ننساوش اكيد عميروش اللي راهو في لا ديفيزيون، نقول له تحيه كبيره. الشايب ما نسيتكش بيان سور، انت هو الصح، وتحيه كبيره كذلك لعميروش اللي راهو يتعب كذلك في الخدمه ديالو. نقول لكم مشاهدينا الكرام تبقوا على خير، ونتلاقاو في عدد جديد من حصتكم باش نطيبوا اليوم. مع السلامه.